جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. الحمد لله، الحمد لله والشكر يا جماعة. أنا الشغلة دورتها بمخي كتير ومحصتها تمحيص، وصلت لاستنتاج إنه طالما كشفناه هون معناها ممكن يكبسوا علينا بأي لحظة، لذلك لازم ننظم صفوفنا ولازم ننظم الحراسة الليلية كمان. ها مزبوط، معك حق، نحن 6 رجال وأربع نسوان. تبعت هيك؟ أنا مرتي لا حدا يحسبها، أنا بشتغل عنا. ولك أنت مرتك ملف آخر، منرجع له بعد ما نخلص من هي القضية. تبعت هيك؟ لا حدا يهدد، اقسم بالله العظيم كلمة تانية بنشق وبروح مع الماريشال، ما حدا يهدد بنوب. يا جماعة يا جماعة، خلوا الخلافات الشخصية لبعدين. علينا خلاص، يصطفل منها لمرته، لسه لحقتي لحقوق المرأة. خلاص طلبت مساعدتنا بنساعدها، ما طلبت مبسوطة شو بدنا فيها. تقدروا تتأكدوا في مجال نروق شوي، غيرتوا كل الحديث. بعتذر انفعلت شوي، بس ضروري نحط سكادجول للمناوبات الليلية. شو هذا؟ جدول جدول. مزبوط، بس مين بيفهم بهالشغلات يعني؟ أنا بفهم. أنا لما كنت أخدم جيش كنت مزبطة من فوق، أخدم بالديوان. كنت أنا وصديقي عمران، هو مساعد رحمة الله عليه، نقعد ونكتب جدول الدوام. وبقترح كلمة السر تكون درة الزبد في خطر، احذروا عندما يتهاطل المطر، يا دلي اللي ما بيعجبك بفجك الحجر. ولك خلاص شبك شبك، علي ما علي، انت حرام تكون بشر. ولك كسف كسف، هي معلقة السر هاي. شوفوا يا جماعة، انا مستعد اتحمل على كاهلي المسؤولية هاي الكبيرة بهالفترة العصيبة. طنوس، اذا ما حدا عنده مانع طبعا. التصويت كالعادة برفع الايدي.